بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، مستمعينا الأفاضل، تحيتنا متجددة بتجدد انطلاقاتنا في صباحية هذا اليوم لينطلق شوطنا السادس والذي خصص للأفكار. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. أبدأ وأسير مباشرة إلى المركز الأول وإلى صدارة الشوط لأجد وطن، ليزرب بن سالم بن يزرب الذويب العامري، بينما المركز الثاني وصلت فيه الغزيلة لحمد بن معيوف بن محمد العامري. نقلتنا إلى المركز الثالث، هناك من الجانب الآخر من بدأت بالهجوم والانطلاق في هذه اللحظات وصلت فيه مشكورة لمبارك بن محمد بن ناصر بن ضبعان، والتحرك من الذيبة لعبد الله بن عيسى بن محمد المنصوري، بينما المركز الخامس عرايف لخالد بن سيف بن محمد الشامسي. انتقل الى المركز السادس، وصلت الوثبة لهادف بن حمد العفصان المنصوري، وسابع المراكز مع العفريت لعبد الواحد بن كميدش بن عبد الواحد الكعبي، وثامن المراكز مشكورة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. تحرك الذباحة بالمركز التاسع لحامد بن ناصر بن علي النعيمي، وعاشر الندمة لسعيد بن محمد بن مبارك بن حمد الشلخيلي. هنا الاندفاع وهنا الانطلاق، لكني بعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة الشوط، إلى وطن، إلى وطن اللي على المركز الأول ليزرب بن سالم بن يزرب بالذويب العامري، يقدم الإبداع والانطلاق مع المركز الأول. هنا 1500 متر الأخيرة المتبقية عن نهاية الشوط، وصلت الذيبة لعبد الله بن عيسى بن محمد المنصوري. انتقل إلى المركز الثالث إلى عرايف خالد بن سيف بن محمد الشامسية. من وصل، من تواصل، وصلت شقرة لفارس بن سالم بن علي المري، يأتي في هذه اللحظات. وصلت أيضا الوثبة بالمركز الرابع لهادف حمد بن عفصان المنصوري، راعي عطوة وصل والكل تواصل. العفريت أيضا قادمة بالمركز الخامس لعبد الواحد بن كميدش بن عبد الواحد الكعبي، لكني أعود إلى المركز الأول، إلى وطن، إلى يزرب بن سالم بن يزرب بالذويب العامري. الذيبه الذيبه، وخلك ذيبه يا ذيبه لعبد الله بن عيسى بن محمد المنصوري. وصل بالمركز الثالث، تواصلت شقرة فارس بن سالم بن علي المجينين المري، يتجاوز من الجانب الآخر، يتسلم القيادة، يتسلم الريادة. وصلت أيضا العفريت، وفي رأسها مليون عفريت، هذه العفريت لعبد الواحد بن كميدش بن عبد الواحد الكعبية. وصلت بالمركز الثالث شبه لسهيل، لسعيد بن سهيل بن سعيد عفارية، يصل بشبه للمركز الثالث بالنظيمة قادم مع الريم. مبارك من هناك بن حمد بن علي اليديلي، لكن اللحظات الأخيرة أيضا الضبي عبد الله بالمر الكتبية، لكن أعود إلى ترند راشد بن سالم بن حمد الفهيدة المري، طار مع ترند انطلق مع المركز الأول، حقق الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لمالك ترند راشد بن سالم بن حمد الفهيدة المري على هذا الفوز والانتصار. أتى في اللحظات الأخيرة وانتزع المركز الأول بكل قوة وجدارة. المركز الثاني الريم مبارك بن حمد بن علي اليديلي. المركز الثالث، هناك
المركز الثالث الضبي لعبد الله بالمر بن سعيد بن حلوة الاكتبية، بينما المركز الرابع كانت حاضرة هي شقرة لفارس بن سالم بن علي مقنين المري، والمركز الخامس كانت هي حاضر العفريت لعبد الواحد بن كميدش بن عبد الواحد الكعبي. إذن الترند هي البطلة، هي المتوجة، هي المتألقة لراشد بن سالم بن حمد الفيدة المري. تهانينا والناموس لك على هذا الفوز والانتصار الجميل وهذا التوقيت الزمني 4:33 أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت الريم لمبارك بن حمد بن علي ليديلي بالنظيمة 4:33 خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس. أما المركز الثالث فكانت الضبي لعبد الله بالمر بن سعيد بن حلوة الاكتبي 4:33 ستة أجزاء من الثانية، بينما المركز الرابع هنا شقرة فارس بن سالم بن علي مجنين المري، والتوقيت الزمني للمركز الرابع 4:34 جزئين من الثانية. تهانينا وناموس. والمركز الخامس كانت حاضر العفريت لعبد الواحد بن كميدش بن عبد الواحد الكعبي 4:34 تسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.